حبايب قلبي اللي بحبهم وبموت فيهم، حبايبي حبايبي حبايبي، صلوا على النبي كده نكسب الصلاة على النبي. بصوا بقى، احنا جايين لكم النهاردة في فيديو حلو، فيديو جميل، يا رب يعجبكم وتقولوا لنا ايه رأيكم فيه، وتكتب لنا كومنت حلو كده ولايك حلو، ربنا يسعدكم ويخليكم ليا، ما نحرمش منكم ابدا، يا احلى اخوات وعيلة واهل في الدنيا كلها، والله كلكم على راسنا من فوق، يديكم الصحة والعافية يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي نكسب الصلاه على النبي. النهارده تحدي جديد ويا رب يعجبكم. حد طلب امبارح مكرونه بشاميل، فانا قلت له احنا لسه عاملينها قريب. المفروض الاكل كان حاجه ثانيه. اكيد لقيت عامله مكرونه. شفت؟ اوعى وشك. وهي في اي حاجه فيها مكرونه بتظبط. طاجن، انا عملت طاجنين. الطاجن بتاعه من غير بشاميل، الطاجن بتاعنا لازم تكون مغرق بشاميل. انا احب الطاجن من غير بشاميل. استنى عشان في حته قشره بيضه فهشيلها كده، كويس اللي شفتها ما جاتش تحت بقي. حبايبي يا حلوين، تحت تقتل البذره بتاعتها قوي في بقي. ازاي؟ انا بحبه كده بقى. اعمل كده، اعمل كده، نخلصه. انا بحبه كده. البنيه المكرمش، الله. طب انت البرديل، البرديل بتاع الاوضه بقى له ساعه على الطبليره. ده اللي بوش دهو ايه؟ وقفت فين؟ بزرايق في سنين. ما طلع؟ ايش راضية؟ ايش راضية؟ قول لها بتتحرق يا شوية. اسقفنا؟ ماشي يلا. اقعد عندك. لا، قولي لا. بصوا بقى، بصوا 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 الأزازة، بصوا. ياه، عايزة أجيب لكم الحتة دي، بصوا بصوا. بصوا 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 بصوا. بصوا بصوا، شايفين 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 والله أعمل لكم زوم، شايفين؟ شايفين 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 اهو. انا بتاعتي بقى بحب ان انا كده. وجبت الشطه كده حاجه. العقاب جاي من ماشي. الشطه قدامك اهي. الحمد لله اللي هو برد شويه. كنت هاكل ازاي ده؟ الله يا بنت يا فريانه يا بنت على مكرونتك. وطي ايدك بقى والنبي. ما وطيت ايدي عشان كمان المروحه عندي. معلش احنا اسفين، في صوت مروحه اسفين. مش باين، مش بمتلاقيش. الله الله. يا لهوي على البشاميل، يا لهوي. بسم الله. شكرا يا جماعه، معلش احنا بدأنا كده نسيب نقول لكم. ألف شكرا للناس اللي بتدعي للناس، والله ناس فرحانة جدا بدعائكم. ربنا يخليكم ليا، احنا مش منكم أبدا. انتوا كلكوا على راسي من فوق. اللي بيدعي واللي بيدعي له برضه. حم ايه بالسخن؟ كترت الشطه في الحته اللي انا حطيتها دي، فبقلب حته اكبر. لا انا عندي سخن. الله. وبعدين انت بتاكلي سخنه ما بتاكلش. بص بتاعك انت بقى عامل ازاي؟ ما بتاكلش زي الفل. انا بقى كترت ليه البشاميل، حطيت نص البشاميل اللي عندي. اوه، انا مش عايزه اقطع في الفيديو ده عشان الحق انزل لكم والله، يعني لو في اي حاجه مش هقطعها، يعني زي عيالي كده لما اقوم اضربهم عشان عاملين صوت، ها ما بسمعوش كلامي، مش هقطعها. شفت اللي بيصلي وحد جنبه، الله اكبر. الله يخليك كده. الله. ما اديتنيش رايك. حلو، قلت لك انا كده عجباني والله. تسلم ايدك والله يا جميل. انا بالنسبه لي ده كده البشاميل اللي هو المثالي بالنسبه لي. دي مكرونه باللون الابيض. لا مش لون والله، ده فيها بشاميل، انما انت بتحب البشاميل كتير. الله. انا بقى العكس، وانا بحب الحاجه ناشفه عموما، حتى المكرونه العاديه اللي هي اللي هي بتعملها بقوطه دي بتعمل لي شويه ليا انا، من غير اللي هي الميه او اللي هي تبقى سايحه كده شويه. بيت يا منار، بسيب لك حته منها عشان تيجي تدوقيها.
اه تصدق ايه، انا نسيت اسامي العيال. هو قال لك كل اسامي عيالي؟ لا هو قال لي والله كنت هقول. ايه؟ هو قال لي اسامي عياله بس انا نسيت. هشام ده يا جماعه صاحب احمد من زمان وهم اطفال صح؟ مش اطفال قوي، انا اكبر منه يعني بسنتين كده ولا حاجه. بس يعني هو تعرفه منين؟ هو كان في المدرسة الشطة، المدرسة اللي أنا كنت فيها هو كان تحت مني مثلا قبل منه بسنتين، وزميل واحد زميلي أصل هو إيه؟ كنت أنا وهو ويحيى والواد جبر. كل شوية يقول لي لما كنا مخطوبين أنت فين يا أحمد؟ أنا قاعد مع هشام ويحيى. ويحيى فين يا احمد؟ انا مع هشام يحيى دلوقتي بقى في الامارات. قالوا بقى ده انا بسال هشام دلوقتي، قال لي هي قريب هينزل قريب. ماشي يا يحيى لو كنت بتتفرج علينا، عايزين هدايا حلوه كده يا يحيى. ظبطت تكليم الولد ده مخنقه غالبا زي عشان اصلا مش هقطع برضه. مش هقطع النهارده، مش هقطع يوم مش قطع العالم. بتقول لي مفيش بشاميل، ما هو ملزلز. ليه؟ اهو ده حلو كده يا شيخ روح، ده ما فيهوش أي حاجة. بس لما اتجوزوا بقى إيه؟ لما اتجوزوا؟ لما اتجوزوا هشام يعني وبكر ويحيى وكده. مين اللي اتجوزوا شيخ؟ مين اللي اتجوزوا شيخ؟ أنا قصدي أنت وهشام يعني لما اتجوزتوا ويحيى وكده وخلاص بقى يعني قلته هو. لا يحيى ما اتجوزش هنا، يحيى سافر بره واتجوز من بره. انا بقول لك مش على كده، بقول لك انتوا لما اتجوزتوا يعني كل واحد بقى قلع عن التاني شويه. ما بقاش في وقت، يا دوبك ناكل ونعمل في ديت حته فلفلايه. نسيت امسح مراخير. لا تاكل بانيه، انت بتخمسني على. بقول لك كل بانيه. اقول لك استني، انت كلت بانيه؟ باكله فين ده بقى؟ انا بحب البانيه بقى الرفيع اللي هو الناشف. بس الطاجن ده كبير قوي اصلا. ده بارد؟ الكاتشب ده بارد؟ لا حراق. انت بتغمسي من ده؟ ده اساس الشطه. كولي طب كولي يوم. رهيب. انا عايز امسك بقى المكرونه بمكرونتها كده من ايه؟ مش مليانه بشاميل. الله، احلى حاجه البشاميل. الاكل اذواق. يو قلتلي يا ستي كده اهو. ما اعرفش اكل بقى من غير شطه. كنا فنى المروحة وخلاص. دي عاملة صوت؟ يا شيخ؟ لا. ما فيهاش؟ هما قافلين لك ويتفرجوا على الحتة اللي في الآخر؟ بصوا بصوا اللحمة، بصوا اللحمة قد إيه، وبصوا البشاميل. على فكرة أنا عمال آكل عشان ما تجيش تقولي لي أنت إيه؟ لذيذ يا رايق. يا عبد المتضايق. اه هو ده. انا ربنا يجعلك خفيف علينا يا رب. بس عارفين الطواجن دي مش حلوه، مش حلوه زي المطليه. المطليه احسن بكتير، دي بيلزق فيها الاكل. انت قصدك اللي هي واخده طبقه من تحت كده عامله زي اللي واخده. اللي هي المطلية اللي واخدة لون ذهبي ديت، بني ذهبي ديت ما بتلزقش فيها الأكل خالص. لو حطيت حتى زبدة بتلزق؟ دي بيلزق فيها الأكل، القعر بيلزق الأكل أوي. هو مش قوي بس إيه، أنا عشان حفظت اللي أنا ما خلقهاش تتلزق أوي تحمر أوي.
انا بلمس عصير الميزه والشطه. انا احب البانيه بقى التخين ده. لا الله، ادوب البتاع اللي انت عاجبك قوي ده، طعمه جميل. هو عباره عن ايه؟ مستردة شطة. بس في ناس عاملة زي الخل او الليمون في الاخر. مايونيز، ده مايونيز على مستردة على زي كاتشب كده. الزيتون، ما كناش زيتون لسه. ايه طبيعي عندي لو جنبي كنت غلط. يا زيتون يا تفاح يا فريال يا زيتون. تروحوا في السوق ليه؟ الو حولي لي انسحب. مين انسحب؟ انا معاك انسحب. انا اخدت نص البدايه، انسحب ايه؟ انا باكل اهو. فين ده؟ بقالي من ضمن المسابقه برضه. من سيربح ال من سيربح العقاب؟ بس انا عندي البشاميل اكتر. شو من ده انا اللي عندي الطاجن بتاعي اكبر من بتاعك. انا بتريق. الطاجن بتاعي اكبر من بتاعك. انا بتريق. لا بص الطاجنين ماسك بعض واحنا جتلينهم مع بعض. بس انا حاطه كميه اكبر في البشاميل. انا مالي. انا عاوز واحده خفيفه مقرمشه كده. ايه شطه؟ يا لهوي. ايه يا لهوي. فين بق بق؟ ايه ده انا حاسه نفس اللي اصل بتغمس جامد والله منه. انا والله بلمسه كده. بص دماغي، بص دماغي، دماغي بتصدعي. صدعي بتلف. اه والله العظيم مجرد الشطه دخلت في معدتي دماغي صدعت. بس انا استغربت ان انت بتغمسي. انا بلمسه اهي. ده انا سرحت ورحت دايسه. اهوي يلا يا جماعه احنا نمشيها فوليان مغلوب ونعمل فيها عقاب. اتفاجئت ولا ايه؟ انا كسبت والنعمه. بص تحفه. اهو بتنسحب نص الطاجن اهو، نص بحق ربنا اهو. وريهم بقى حق ربنا ولا لا. نص الطاجن ده حق ربنا. لا ده الحته اللي غمسها. يا لهوي انا مش هقدر احط ايه. اهو خلاص خسر. انسحب واحنا وانا باكل ماليش فيه. لو كلت معلقتين اتنين هتبقى كسبان. معلقتين منين؟ مخروم. طب يا استنى قدام الناس اهي. لو دي معلقتين هتسيبني كسبان. اه معلقتين مش ايه؟ معلقتين مش مكرونايه. ماشي اهو. دي اول معلقه. ده يا حبيبي دي كلها انا باكل بالمغرفه مثلا. انا احسبها كده. هو اللي شهد اشهدوا انتوا ولا ايه ولا ايه؟ اهو معلقتين اهو. تاكلهم على معلقتين اتنين. لو بقى منهم حاجه يبقى انت خسران. اه مش عايزين احمد لقم. اهو انا دوم معلقتين. مش عايزين لقم. بيقولوا ليه ما مسكت؟ ما صدقت مسكت. طب يعني هتعمل ايه عشان ما اكلش على الفاضي؟ ايه كل يا ستي. ماشي انا هدي كلمتي. هدي كلمتك. هات لي الشطه. خد اهو هدي كلمته. ماشي سيب كده. مش هقدر اقول تاني بصراحه. اقسم بالله ما اقدر ابص له. هو فاهم دماغي عشان كده بيمسكني من ايدي. لا اله الا الله. اعملي تاني اهو على معلقتين دول. لا يا حبيبي. ايوه ما قلتي معلقتين. في زفلطه، في زفلطه في الموضوع. خدي معلقه.
ده بارد اقسم بالله. هو طالع تاكل وتكرع انا بكرش. بص بقى اعمل ايه؟ حاجة؟ اوعى تكون خدت بالكم بطيخ الا البطيخ عندنا. بطيخة مين يا شاطر البطيخ؟ انت عماله تعملي كده. المعلقه كانت مليانه، الشوكه كانت مليانه، وهي وقاعده عماله تتكلم وعماله تعمل كده تخبط. ايه سيبنا شويه. اقسم بالله. طب انا كسبت كده. طب بس انا عايز اعمل عقوق. لا استنى، بسم الله الرحمن الرحيم عشان اعمل عقوق. قلبي بيتقطع ويبتدي. هستحمل يا بطني. دي مكرونه والنبي لو رز، لو قلت لها رزيتين المكرونه. ايوه المكرونه. ايوه دي، ايوه دي معلقه. بص هتقعد، بص هتقعد تتلكك لحد ما توقع. ايوه الهاتي كده الحسك. دي ايس كريم. يا قلبي خلاص 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 انت كسبتي. بس بعد ما دخل الايمن اللي في المكان. طب ممكن منزل حد هرجع. عاوزه تعملي ايه يا ستي؟ ويلا عشان احنا قلنا مش هنقطع. يلا انا لازم عقاب قوي قوي، عقاب شديد حديد. عقاب قوي، عقاب شديد. الصابين المواعين ده رقم واحد. دي التلات زي ما بنعمل دلوقتي ماشي. يا تصبني المواعين يا تغني، بس الاغنيه تكون كامله ما تنقص منها حاجه خالص. كامله مين؟ انت بتغني حتتين اتنين وانا مش فاكر. انا هتني حاجه نصها مثلا. يا اما تصب المواعين يا اما تغني يا اما تحط بطين على معلقتين في بقك. يلا بطين على معلقتين. اه تمسكهم ببقك لمده دقيقه بسرعه عشان الوقت. بس هنختار مين؟ خلي الواد يجيب البطين. سمير. سمير خد تعالى. سمير هات لي بطين ومعلقتين. بصوا معلقتين في الدرج. بطين اللي اكبر ما اكبر بيضه في الكرتون. بيضه قد دماغي في الكرتون. على رأي مروه بيضه قد دماغي. هات انت يا سمير عشان نسيف مش هيعرف. لا هو اللي بيجيب لي. يا خد ايه اهو، هات لي بطين من الكرتون. اجيب الكبار بسرعه بس علشان ايه الوقت مش هقطع. خليهم ده واحد. بطين على معلقتين. مستر علي ربنا. شوف 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 شوفته. بس الله عجبني شكله كده وهو اكل محندق. هي انتقلت منها نصها دلوقتي. انا بيتهيألي بجد مش بهزر، محدش يقدر ياكل الطاجن ده حتى لو كان. يلا. على ما اعتقد يعني. بس ممكن فوات. انا لو كنت ما افطرتش النهارده. الله اكبر فيك. وكان دخل على بتاعي. بس انا افطرت الصبح يعني، اكلت الصبح 4 رغيف في السنترال وكلت هنا رغيفين. بس وكنت جاي واقع. ما على ما طلعت السلم. على ما طلعت السلم. كان طلع السلم. كفو منك يا صوفا كفو. كفو. جايب لي معلقتين اثقل من البطين. يا امي اما اجي انزل تحت ما تنزل معايا. لو كسرت بيضه. اروح اضرب وش. ماشي بيضه كده ماليش فيه. البيض لو اتكلم خليك تجيب غير. ماشي انت عارف البدايه بكام دلوقتي؟ ما تحطش ايدك. قد ايه وقت؟ دقيقه. احسب بقى ال 10 بالظبط. يلا وطي راسك تحت شويه عشان البدايه وقعت. ايوه هي ماسكها باسنان. ايه امسك ببقك. ايوه كده. توجع البقه اقسم بالله لو مش مصدقني. ما تحطش ايدك لو مش مصدقني. حد يجيب بيضتين دلوقتي على معلقتين وحطهم في بقه. والله العظيم بتوقف في الفك البقي. الفك البقي بتوقفه قوي. فك انت عايز فك. انت اللي عايز فك. هي مفيش وكده. انا في الاخر هروح اسكت. هيبقوا على وشك.
والله بص يا ساعه كام ايه لسه دي تقري خلصت ماما بقى يجيب لك يا امك لسه شويه عشان انا غسلت البيت ما تقلقش ليه كده هجيب بقي هو يجري تسمم لا ما هو البيت ما بيتغسلش احنا مش حاطينه بقنا لا لسه دلوقتي اكل في دماغي دلوقتي لسه لا والله الحكايه دي وجعتني ماليش فيه لسه تعالى عشان تشوف اللي بيحصل فيه لا والله يا شاكه كبه ما لسه لسه شويه يا انت كدابه لسه قلت 3 دقايق اهو خلاص بتقول لك دقيقه فاضل 3 دقايق ايه ده هو يا شيخ لا والله عدى دقيقه كده لا نديك من ضميرك يا مروه يا سودا ده انا بحط 3 دقايق لا ده الحتتين دول والله وقعوني قوي والوجع بدا يطلع فوق هنا اه والله دي بتوجع قوي قوي وبالذات احمد اول مره يعملها احنا ممكن نكون متعودين عليها متعودين يا شيخه والله هو اول مره يعملها توجع قوي قوي ده الحته دي والله وقعتني لحد دلوقتي ده تفضل وجعك بتاع نص ساعه كده بقى وجعك الله يخرب بيت سنيني كان لحد ما اجي بقى العقوبه بتاع اعملها لك تاني بقى بس ثلاثه يعني كده مش عارف اشرب سجاير لا ان شاء الله بتعرف ما تعرفش تشرب سجاير يا اخويا يلا يا رب كل فيديو عجبكم وهقولها تاني عشان ما قلناش فوق الفيديو على طول الف شكر للناس اللي دعت للناس وربنا يجعل الدعاء ده من نصيبهم يا رب و انا كنت هقول حاجه بس نسيتها حطوا لنا لايك حلو لايك جميل انا ما كنتش هقول كده بس مش مشكله مشوا حطوا لنا لايك حلو لايك جميل يلا السلام عليكم ربنا يسعد قلوبكم ويريح بالكم ويخليكي يا ملكه ويريح بالك ويديكي ويرضيكي يا رب انت وكل حبايب قلبي اللي بتفرحونا على فكره بتزف كمان ربنا يخليكم لنا ويسعدكم ويديكم الخير والهنا والسعاده وانتوا كلكم تاج على راسنا ربنا يحسن ما بين ايديكم علشان لولا انتوا احنا مش هنبقى في حته زي دي ربي يسعد قلوبكم خليكم لينا ما نحبش منكم ابدا يا احلى عيله في الدنيا كده بتختصر عشان مش عاوزه تقطع ها كده بتختصر يلا على التيك توك يا امه احمد وفريال وعلى الفيسبوك على الفيسبوك وعلى الفيسبوك احمد وفريال يلا اقفل يا ابني عشان امي خلاص هنجت